سنة متواليين. هذه أول مرة تعمل بعد العيد؟ وساعة الشوكولاتة خلصت بقى في العيد معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهاردة هيكون عن improper integrals. Improper integrals وهنبتدي بمثال ممكن نسميه موتيفيشن، يعني تهيئة نفسية للمحاضرة. كنا ازاي بنحسب اي تكامل محدد، وكان ايه معنى تكامل محدد؟ سؤالين وعايزين الاجابة عليهم بطريقة عملية. ده كنا بنسميه ايه؟ definite integral، تكامل محدد، صح ولا لا؟ يبقى ده اسمه definite integral. ايه معناه؟ معناه الهندسي؟ جميل، مساحة بتاعت المنحدر. وبيتحسب ازاي؟ او اتعلمنا نحسبه ازاي؟ القيمة النهائية ناقص القيمة الابتدائية في الدالة دي واحدة على اكس تربيع؟ بعد ما كملها، عايزين بقى نصحح هنا مفاهيم، خلاص؟ ده ما اسموش تكامل اللي احنا اللي انت بتقول بعد ما كاملها ما اسموش تكامل، ده اسمه انتي ديريفاتيف. ممكن نقول مثلا مشتقة عكسية ولا يعني ايه المقصود بانتي ديريفاتيف؟ مقصود بيه الدالة، يعني ايه ديريفاتيف؟ مشتقة خلاص؟ وانتي عكسية، فكأنها مشتقة عكسية. عايز الدالة اللي تفاضلها يديني واحدة على اكس تربيع، صح؟ ده اللي كنتوا بتعملوه. ده ما اسموش تكامل، تاني اسمه ايه؟ انتي ديريفاتيف. فكنت بتقول ان ده ماينس 1 على اكس، صح؟ وبعد كده بتعوض بحدود التكامل فين؟ في الانتي ديريفاتيف، فيدلنا ايه؟ بعد كده سبستيوشن، حسبتوها ولا لسه؟ صفر؟ امال ايه؟ 4؟ سالب 2، يعني هي المسألة بتتلخبط كتير يعني، بس هي سالب 2. ممكن هي لو مش عايز تتلخبط في الماينس اللي في الدالة والماينس اللي في الحدود. ف أحمد إبراهيم خالد، أحمد خالد، أحمد خالد قال لنا إن ممكن نشيل الماينس، كان يعني أقلل الماينس اللي في سكتي وأقلب الحدود. انا على فكره معايا كشف النهارده، فممكن اللي كان ليه درجات الشوكولاته طبعا من غير درجات خلاص كلها واتهضمت، اللي كان ليه درجات ممكن يسجلها عندي. انت ديريفاتيف، هل انت ديريفاتيف وسبستيتيوشن ده تكامل؟ لا. اما التكامل يعني ايه؟ زي ما انتوا قلتوا في الاول، تكامل يعني تكامل دالة f of x من a إلى b، معناه ايه؟ مساحة تحت منحنى، تحت منحنى لغاية سالب ما لا نهاية، لغاية فين؟ جميل، ما بين ال x، ما بين ال x axis وال function. طيب يبقى الاريا دي نسميها integral from a to b f of x dx. طب ولو كان عندي ال function جزء منها كده وعايزين نحسب التكامل ده من c ل d، هل الانتجرال ده هيبقى هو برضو الاريا؟ امال هيبقى ايه؟ بس كده، ما هو نفس بس ماينس. يبقى احنا عارفين ان الاريا دي هتبقى النيجاتيف انتجرال، والاريا دي هي نفسها نيوميريكلي نفس الفاليو بتاعت الايه. طيب في حاجه صعبه في الكلام ده؟ الاريا دي متاكدين منها؟
طب نشوف الكلام ده، واحد على اكس تربيع تكامل من ماينس 1 لغاية 1. تاني الاريا دي هي دي الديفينيشن الوحيد بتاع انتجريشن. انتجريشن يعني ايه؟ يعني الاريا فروم اي تو بي، بس مفيش ديفينيشن تاني. اما ده ايه ده اللي عملناه؟ ده انتي ديريفيتيف وعوضنا بالليمتس، وفي معظم الاحيان بيطلع هو الاريا. احنا ضربنا في اعدادي مسائل كتير وطلعت هي نفسها الاريا، ولا رايكم ايه؟ في معظم يعني ايه في معظم الاحيان، ايه رايكم؟ ممكن نرسم الفانكشن دي واحد على اكس تربيع ونحسب الاريا شكلها ايه؟ 1 اوفر اكس سكوير. كده مظبوط. بس في حاجه تانية هنا تحت كده مظبوط كده غلط. ايه اللي طلعها فوق؟ عشان سكوير بقت بوزيتيف صح. هنمسح التانية بعد اذنك. خلينا نمسح دي. واحد على اكس، واحد على اكس تربيع كسر لما نعمله سكوير هيبقى اصغر شويه صح. انا همسح دي كمان، انا هعملها اصغر شويه. يبقى دي هي الايه؟ الواحد على اكس سكوير. هل عمرها هتنزل تحت الاكس اكسس؟ هل عمر واحده من دي هتعدي الناحيه الثانيه؟ الاريا بقى بكام من ماينس 1 لغايه 1؟ حاجه تقريبيه، مش لازم يعني تحسبوها ولا رقم. مش حاجه مفيش خالص؟ اشكرك. يبقى دي اول نص درجه النهارده بدرجات مش الاريا تنسو انفينيتي مظبوط كده؟ يعني الكلام ده كله في الاخر خلاص تنسو انفينيتي. طيب يبقى هنا الاريا تقول الى انفينيتي تنسو انفينيتي. طب والماينس 2 دي اللي طلعت هناك غلط؟ ولا لا؟ ده صح الديفينيشن ده صح؟ والطريقه الميكانيكا اللي حافظينها نجيب الانتي ديريفيتيف ونعوض غلط ولا صح؟ ايوه انت سمعت الكلام ده فين؟ طيب اسمك ايه؟ ابراهيم. كمان هياخد نص درجه النهارده. هو لا اتاكد قبل ما تعمل الكلام ده ان الفانكشن اللي بنعمل لها انتجريشن متصله على كونتينوس خلاص. يعني تاني الكلام ده صح امتى؟ لما الداله تبقى كونتينوس، ولو مش كونتينوس ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط حسب الحاله. يبقى لو الفانكشن از نوت كونتينوس او ديس كونتينوس بيسموها، ممكن الكلام ده يبقى الكلام ده صح ولا غلط؟ نشطب بقى عليه. انتي ديريفيتيف مش هنشطب، هي صح لو ايه؟ ايه الشرط بتاعنا؟ اف اوف اكس ماست بي كونتينوس. مش متاكد ده نيسيسري اند سفيشنت ولا نيسيسري، بس اللي انا متاكد منه ان لو كونتينوس هيبقى الكلام صح، لو مش كونتينوس لو ديس كونتينوس مش متاكد بقى هل دايما هيبقى غلط ولا ساعات هيبقى غلط. بس اكيد ان ايه لازم انتبه، ما ينفعش استعمل الطريقه دي عمياني. يبقى اتعلمنا حاجه دلوقتي. ده بيسموه ايه المساحه دي؟ ابو فكروني بقى بالانصاص بتاعتكم. ماشي اخر المحاضره. اسمك ايه؟ نسي. ابراهيم. ابراهيم ايه؟ ابراهيم رجوس. اول مره تظهر مش عارف ليه. انت اكيد موجود يعني قبل كده بس اول مره. اخدت درجات قبل كده؟ اخدت شوكولاته؟ طيب دي بتتنسى لان الشوكولاته يعني في الاخر ما تكملش جنيه. انما الدرجه بنطلعها بالعافيه الدكاتره بقى و. طيب و طيب خلاص نسمع. انا كنت هقول حاجه تانية خالص، كنت هقول ابتسام يعني بقت بسمه وبعد كده بسمه كمان هحورتها يعني. طيب وانت طبعا يعني غني عن التعريف، خليك ساكت احسن. مفيش كوره النهارده؟ مفيش كمال اجسام؟
بس كويس يعني انك تبقى يعني مش كله دح دح يعني، برضه ما فيش شويه صحه يعني، الناس دي في الاخر هتنتهي. اما انا برضه انتهيت برضه في سن صغير، فيعني اعملوا حاجه غير المذاكره يعني، يعني نصيحه الدكتور. طب ذاكر شويه بقى، ما انت اتقالك بالعكس. في حاجه كان واحد هناك زميلكو خد عليها برضه نص درجه، اسمها ريمان سام، معرفش ان واحده ولا اتنين مش متاكد يعني، ريمان سام خلاص. هم يعني كتير من الالمان اليهود بيبقوا اسمهم في الاخر في مان بس باتنين ان في الاخر، يعني مش عارف بدور على الراجل ده اصله ايه. ريمان سام، ريمان ده عمل بروف، كنا زمان ناخد محاضرة كاملة في إعدادي في إثباته، خلاص؟ كان بيقول الأريا دي هنحسبها إزاي؟ أنا عارف أحسب الأريا بتاع ريكتانجل ترابيزيوم مش عارف سيركل ديسك يعني، بس لما تبقى اف اوف اكس فاريبل بالشكل ده تحسبوها إزاي؟ جميل جدا، ناخد شريحة، هي دي اللي بنسميها الريمان سام، بناخد شريحة صغيرة سلايس هنا. ايه ده؟ حضرتك قلت ايه؟ مش عارف انا الحقيقة الاسم اللي بالعربي ده ما لا يحضرني، بس ممكن يكون انت بتقوله مظبوط. العرض ده بتاع السلايس دي قد ايه؟ دي اكس. جميل جدا، طيب كده دي بديه من غير درجات، بس في المجموعة التانية قاعد ما حدش عارف، قلت لهم يلا نص درجة، راح قاعد مستني لما يجي الثمن راح طلع قال دي اكس. والدي اكس تندز تو كام؟ تو زيرو بالظبط كده. فريمان اللي عمله ان السم اوف ذيز ارياز خلاص، فبنسميه ايه؟ كنا بنسميه ليميت بتاع سم بتاع اريا الصغيره، كويس؟ الليميت بتاع السم بتاع الارياز دي when dx tends to zero هيبقى هو بالصدفة، مش بالصدفة بالإثبات، هيبقى هو الانتي ديريفاتيف امتى؟ when f of x is continuous، كويس؟ لما ما تبقاش continuous البروف بتاعه ما يشتغلش. خلاص عرفنا الكلام ده، بس مش طبعا مش هناخد ريمان سم او مش هناخد يعني ريمان بروف، وعرفنا امتى نستخدم الكلام ده. يبقى التكاملات اللي هناخدها النهارده ايه؟ طب التكامل ده اعمل فيه اسيبه؟ مش معقول، لازم برضه نحله. خلاص، فالمحاضرة بتاعت النهارده how to solve these integrals او unsolvable. مفيش حاجه اسمها unsolvable، في infinite area divergent او finite area convergent، هنشوف الاثنين وهنكتبهم بالتفصيل. خلاص كده دي الانترودكشن، ممكن نقلب الصفحه. طيب على فكرة ممكن نرجع لها تاني. طب لو كان التكامل من واحد لاثنين يعني في مشكلة؟ طب ما الفانكشن ديسكونتينوس، يبقى f of x must be continuous فين؟ on the interval of بالظبط كده، on the interval of integration على فترة التكامل، بالظبط كده بالظبط كده. فيبقى مفيش حاجة اسمها الفانكشن ديسكونتينوس يبقى خلاص اتخلص منها، لا، discontinuous على فترة التكامل. هنشوف example. لا قبل ما نشوف، خلينا نشوف بقى الكلام متنظم أكتر من كده. عندنا نوعين من ال discontinuous functions، يبقى نوعين من ال improper integrals، وهنشوف ازاي نحسبهم improper integrals with infinite limits with infinite limits. اصطلاحا by convention اي function عند infinity هنقول انها discontinuous عند الانفينيتي. هتقول لي بس ما هي الانفينيتي فين؟ ربنا يسهل لما نوصل لها، يعني كلام كده ايه بالبلدي. انما هنقول ان اي integral that has infinite limits هيبقى improper، كويس؟ طبعا نقول اف، لا من غير اف،
the integral from a to infinity. مش مهندس ايه اللي بيحصل ده؟ f of x dx هيساوي limit from a. a ده اي رقم؟ a. مش واضحة؟ from a finite limit to an infinite limit. خلاص a لانفينيتي. خلاص لو مش شايفها هتسمعها. from a to infinity. كده ايه سمعت وقت. is limit as t tends to infinity. محتاج متهيألي اسرع الجهاز شوية. integration from لا اسف integration from a to t f of x dx. خلاص يبقى انا حولته لانتجرال الليميت بتاعته ما هيش انفينيتي، يعني ما هوش امبروبر انتجرال. كويس. وبعد كده خدت الليميت اوف ذيس انتجرال لما الابر ليميت بتاعته تنس تو انفينيتي. كويس. ونفس الكلام هنعمله ازاي؟ اللي هو الامبروبر انتجرال اللي الباوندز بتاعته الليميت بتاعته فروم ماينس انفينيتي تو ايه، from minus infinity to a. ده هيبقى ايه؟ ايه ده؟ يعني مش محتاج التعب ده، هنكتبه limit as t tends to minus infinity. بعد كده طريقه الحساب بقى دي يعني ممكن نتفق عليها ونختلف فيها. from t to a. المهم ان انا عايز اهرب من ايه؟ من انه improper integral. فارجعه تاني، ليه عايز اهرب من improper integral؟ علشان تبقى الفانكشن continuous، علشان اقدر استخدم الريمان بروف ان حاسب الانتي ديريفيتيف وعوض بالليميتس اللي ولا واحد فيهم انفينيتي، والناتج حاسب الليميت بتاعه يا اما يطلع فاينايت يا اما يطلع انفينيت. طب ولو كده انتجرال فروم ماينس انفينيتي تو انفينيتي اف اوف اكس دي اكس ايه ده؟ ممكن نقول كده ليميت از تي تندز to minus infinity the proper integral بقى اللي هو مش improper من t بلاش نقول لغايه 0 عدد بنحطه ل 0 بس غالبا نحطه ل a اي نقطه a خلاص اللي هي غالبا يعني نختارها 0 عشان تبقى اسهل f of x dx. يبقى انا حليت a كده اللي هي minus infinity plus limit as t tends to infinity. قول مثلا تي تانية تي 1 وتي 2 لو عايزين، بس مش يعني حلها لوحدها ودي لوحدها، عايزين تي 1 وتي 2 مش مشكلة. from a to t f of x dx. يبقى انا دلوقتي حولته لاثنين انتجرال ما هوش امبروبر. كويس. وكل واحد فيهم حليته ازاي؟ كل واحد فيهم حليته بالطريقة اللي فوق دي. جميل. ماينس انفينيتي لغايه a بلس من a لغايه بوزيتيف انفينيتي، وكل واحد حليته لوحده. طيب نشوف اكزامبل. يبقى اكزامبل 1 evaluate the improper integral. The improper integral. طبعا هل يعقل في الامتحان اقول لكم الانتجرال ده improper قبل ما تبتدوا تحلوه؟ ما يبقاش بقى امتحان بتاع كليه هندسه. طب امال هنعرف ازاي انه improper؟ من الليميتس. ماشي. يبقى احنا مطلوب منا ان احنا نعرف improper. او في حاجه المعيدين بيحبوا يقولوها اللي هم بتوع الكورسات والحاجات دي، لو لقيته تكامل سهل اكيد امبروبر. مش معقول يعني في سنه اولى بعد كل التكاملات اللي حليتها في اعدادي يجي لك تكامل اكس يوس اكس. يعني طبعا دي مش هي دي اللي هنعرف بيها. احنا مطلوب منا نعرف انه امبروبر. كويس. عرفنا انه امبروبر، هنعمله ازاي؟ ده من اي نوع؟
ده على فكرة اللي فوق ده ساعات بيسموه تايب 2، مش مشكلة يعني. فده من زي النوع التاني ده، صح؟ يبقى ده زي النوع التاني اللي هو فوق ده، هنعمله limit. يبقى i is the limit as t tends to minus infinity the integral from t to 0 x e to the x dx. استفدت ان حولته لليميت اوف انتجرال بدل ما هو كان انتجرال. بالظبط كده، ان الانتجرال اللي جوه الليميت ما بقاش امبروبر انتجرال، الفانكشن بقت كونتينوس. بالظبط بالظبط. يبقى اقدر استخدم الطرق اللي احنا متعودين عليها اللي هي ريمان سام از يعني ابلايز تو. يبقى دلوقتي هنقول ايه ليميت تي تنس تو ماينس انفينيتي. كنا بنحله ازاي الانتجرال ده؟ حد فاكر؟ بالظبط. وده كان يعني من كثر الحل كنا تقريبا حافظينه، كان بيبقى اكس يوس اكس ناقص يوس اكس، مش كده؟ كده اكس يوس اكس ناقص يوس اكس. والليميتس from t to 0. طيب وبعدين نعوض بالليميتس وبعد كده ناخد النهايه اللي نعوض حدود التكامل وبعد كده ناخد النهايه. هو نفس الكلمه بالانجلش limits of integration او دي اسمها limit. طيب نعوض بحدود التكامل بعد كده نحسب النهايه. as t tends to minus infinity لما يبقى 0 في مشكله؟ انا اعوض في الزيرو ده، كل ده هيبقى بره الليميت. 0 في 1 minus e اس 0 اللي هي ب 1. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنحط minus. يبقى t e اس t زائد اي اس تي. خلاص يبقى كده انا يبقى كده عوضت بحدود التكامل. ليميت زيرو هو كام؟ الليميت بتاع زيرو لما تي بتروح لانفينيتي زيرو. هل الزيرو بتتغير لما تي تنس تو انفينيتي؟ يبقى زيرو. ليميت ماينس 1 ماينس 1 كنا بنقول ليميت بتاع كونستنت از كونستنت، مظبوط؟ يبقى كل ده هيطلع مش هيطلع بره، هاخد ليميت بلس ليميت بلس ليميت بلس ليميت. يبقى ماينس 1 از ايكوال تو ماينس 1، دول الاثنين في الاول. وليميت انا طبعا هربان من اللي في النص دي، هي دي الانديترمينت فورم. ليميت اي اس تي وين تي تنس تو ماينس انفينيتي، اي اس ماينس انفينيتي زيرو. يبقى هنا دي كمان عندي زيرو. اتبقى لنا ايه بقى؟ minus limit as t tends to minus infinity t في e اس t دي بكام؟ minus infinity في 0. وكنا قلنا ايه عليها المره اللي فاتت؟ بالظبط كده indeterminate value. كنا بنحلها ازاي؟ حليناها دي المره اللي فاتت؟ دي المسألة دي مش فاكر، متهيألي كانت اكس لين اكس بين اللي حليناها. ما علينا، هي مش صعبة يعني، سهلة جدا سهلة، بس هتحتاج سبيس شوية تحت. دي النهاية بتاعتي هنا. يبقى أنا دلوقتي عايز أحسب إيه؟ الليميت دي هنحسبها إزاي قلتوا؟ يبقى this T ولا الإي؟ طب ولما أنزل التي؟ معلش دي خارج التسجيل. إيه ده؟ وبعدين
2 اس تي على مش عارف 2 على تيتا كي. هنخلص؟ مش هتقدر. يبقى صح، بس لوبيتال مش هتوصلنا لحاجه. كويس؟ يبقى نعمل ايه؟ يبقى مين ننزله تحت؟ اي اس تي. يبقى هننزل اي او سي تي ايه اللي تحت، ويبقى ليميت اس تي تنس تو ماينس انفينيتي تي على اي او سي ماينس تي. دلوقتي بقت كام؟ دلوقتي بقت ماينس انفينيتي على ايه؟ يعني ايه ماينس ماينس انفينيتي؟ بلس انفينيتي. دلوقتي بقت انفينيتي، يبقى ممكن استخدم لوبيتال؟ ممكن. يبقى از ايكوال تو ليميت اس تي تنس تو ماينس انفينيتي، مين بقى؟ فاضل 1 اوفر ماينس اي اس ماينس تي. بقت كام دلوقتي؟ 1 على ماينس انفينيتي، او مش فارقه اللي هي كام؟ اللي هي 0. 0 ماينس 0 مش فارقه. يبقى كل الباقي طلع بزيرو. صح؟ ايه اللي اتبقى لنا؟ ماينس 1. في حد مش شايف الجزء ده؟ طب مش تقول كده. مش انت مندوب الدفعه؟ المفروض يبقى معاك مسامير و... حد معاه سيرتيفيكت؟ دول الدفعة طبعا بيتعرض لإيه؟ يقعد يتعب يتعب وفي الآخر يتريقوا عليه. خلاص كويس كده؟ حلو ولا إيه ده؟ ماله اللي فوق؟ لا حلو أوي. عايز تعمل واحدة تانية هنا؟ على دي طبعا الدكتور بعد كده اللي يجي بقى يتصرف. ماشي خلاص. بشكر زميلكم عبد الرحمن. نشكر عبد الرحمن. على فكره موضوع المسؤوليه ده يعني في الدكاتره النفسيين بيقولوا في وقت المسؤوليه لما يقول لك انا عايز واحد دلوقتي يجي ويبقى مسؤول، تلاقي كل الناس تقول لا لا اهو ده ده، لغايه لما واحد بس يطلع يقول انا بقى لو كنت مكانك كنت عملت كده ولا كنت. طيب وصلنا ليه في الاخر؟ ان الانتجرال طلع بكام؟ ماينس 1. تعالى نكتبها في الصفحه الثانيه، معلش انا كده ايه العمليه زنقت خالص. خلصتوا الصفحه دي؟ خلاص لزقناها اهي وبقت جميله جدا، بس فاضل الكابل ده بقى. يلا ده صفحة كام دي؟ في حد لسه ما كتبش ولا ايه؟ انت مش محتاج العلم في الراس. يبقى اللي احنا وصلنا له في الاخر ان ذا انتجرال from minus infinity to zero x e o c x dx is equal to كام؟ minus 1. الرقم ده finite ولا infinite؟ finite. يبقى هنسميه ايه؟ يبقى هنقول this is a convergent integral. يعني علشان الكلمة دي مهمة يعني افردنا لها صفحة لوحدها. خلاص convergent integral متقارب يعني متقارب. هل الانتجرال اللي شفناه في اول محاضره بتاع واحد على اكس تربيع كان convergent؟ هل كان في الاخر هيطلع قيمه فاينايت ولا انفينيت؟ كان كمساحه حساب مساحه كان انفينيت، فهيسموه divergent. وهنشوف مثال تاني يبقى divergent.
طيب example 2 نفس الكلام evaluate i is equal to integral from 1 to infinity dx على x. يبقى دلوقتي ايه المطلوب مننا؟ نقول convergent ولا divergent؟ divergent معناه ايه؟ infinite. convergent يعني مش infinite. يبقى if it is convergent find the value of the integral. خلاص عرفنا تبقى يعني صياغة المسألة تبقى عاملة ازاي. طيب هل الانتجرال ده convergent ولا divergent؟ ايه رأيكم؟ نجرب نحسب ونحسب بالليمت. دلوقتي يعني الموضوع مش مفتوح قدامنا، عندنا طريقة منظمة نقدر نحسب بيها. يبقى this is equal to the limit as t tends to infinity of the proper integral from 1 to t dx over x. يبقى ده is equal to the limit as t tends to infinity الانتي ديريفيتيف بتاع 1 over x هو ايه؟ ln x. خلاص واتفقنا دي هنسميها ايه؟ انتي ديريفيتيف، ومش هنسميها انتجريشن، هنسميها تكامل، هنسميها عكس التفاضل ولا ايه؟ التفاضل العكسي. ln x وحدوده من 1 ل t يبقى ايه؟ يبقى ln t ناقص ln 1. خلاص لين واحد ده ثابت، هل داخل في الليمت؟ لا مش داخل في الليمت. لين واحد بكام؟ بزيرو. يبقى ده ليمت as t tends to infinity لين t minus بره الليمت، او حتى ممكن نحط برينس كده، minus لين واحد اللي هي ايه؟ اللي هي زيرو، دي بره الليمت. ليمت as t tends to infinity لين t بيساوي ايه؟ infinity. قلنا ايه المرة اللي فاتت؟ لين واحد بكام؟ لين زيرو ماينس انفينيتي، ولين انفينيتي انفينيتي. يبقى this integral tends to infinity. يبقى convergent ولا divergent؟ divergent integral تكامل متباعد tends to infinity. طيب احفظ مسائل، يعني لو شفت المسائل دي احفظها. في واحد كان قابلني في مبنى الاداره، يعني ما اعرفش قاعد معانا هنا ولا لا، بس على انا ما اقصدش يعني ان اهانه، يعني انا اقصد ان يمكن حاجه خطرت في بال ناس كتير، طالما واحد سال يبقى نجاوب للناس كلها. قال السكسسيف ريدكشن هما بس مسائل للمحاضره اللي هيجوا في الامتحان. قلت له لا، يعني في مسائل الشيت برضو. قال لي اصل انا حفظت مسائل المحاضره. فقلت له لو عايز تحفظ مسائل الشيت مفيش مانع، يعني انا في الاخر المحاضره والشيت، بس الحفظ ممكن مثلا ايه يلتبس عليك. زي ايه؟ زي اكزامبل 2 واكزامبل 3. اكزامبل 3 اهو، حاضر. اي بيساوي من 1 لانفينيتي دي اكس على اكس تربيع. حفظنا دي اكس على اكس، ينفع احفظ دي اكس على اكس تربيع واكس تكعيب واكس؟ ودي هتطلع كونفرجنت على فكره، مش هتطلع دايفرجنت. فلا، فانا هديكوا وقت ان نحل السكسسيف ريدكشن. خلاص اللي هو داخل في الامتحان ده على فكره، ده مش داخل في الامتحان، بس داخل في الفاينل. خلاص كونفرجنت يعني ابروتش از ا فاينايت فاليو، لا هنا ماينس 1 2 3 رقم. خلاص دايفرجنت هيبقى انفينيت، لان مفيش حاجه اسمها ديفينيت انتجرال تكامل محدد وما بيتحلش. مين اللي ما بيتحلش؟ الانتي ديريفيتيف ممكن ما تتحلش، بس دايما هيبقى اريا. صح، الاريا دي ممكن تبقى انفينيت ممكن تبقى فاينايت. لو فاينايت هتبقى كونفرجنت، لو انفينيت هتبقى دايفرجنت. مين اللي كونفرجنت مين اللي دايفرجنت؟ الريمان سم عمال اجمع وما بنخلصش، يبقى دايفرجنت. عشان كده سميناها، استخدمنا الكونفرجنت والدايفرجنت ترمينولوجي. كويس، نعمل ايه؟ هل ده improper ولا proper integral؟ improper ليه؟ عرفنا ازاي؟ بالانفينيت ليميت. يبقى this is the limit as t tends to infinity integral من 1 ل t dx على x تربيع.
ودلوقتي لما عملته من واحد لتي ما بقاش improper، بقى عندي proper integral، يبقى ايه؟ يبقى limit as t tends to infinity. نقدر استخدم الانتي ديريفاتيف اللي كنت خايف استعملها في المره الاولى في المثال الاول، بس دلوقتي من واحد لتي هل في نقطه discontinuous؟ لا. هل هو في limit infinity؟ لا. يبقى ممكن استخدم الانتي ديريفاتيف. ونعوض بالليميت هيطلع كام؟ ايه رايكم؟ هنا بقى هستخدم طريقه خالد اللي هو بيقول لي ايه، نتخلص بقى من الماينس دي وتبقى ايه 1 ماينس 1 اوفر تي. خلاص اتسجلت ايه خالد's method للتاريخ بقى، هتفضل على يوتيوب للاجيال اللي بعد. هو انت اسمك خالد اصلا؟ احمد خالد. احمد خالد بس علشان ايه ليميت بقى بكام؟ واحد بالظبط كده. يبقى كونفرجنت ولا دايفرجنت؟ دايفرجنت انتجرال. يبقى هنحفظ ولا هنحل؟ هنحفظ. هنحل طبعا. متهيألي في مسألة في الاكزرسايز سيت بتاعكم الشيت يعني بيقول لك طب واحد على اكس اس بي find the values for which the integral is convergent و find the values for which it is divergent. فأنا شايف هنا ان لما p بواحد بيبقى ايه divergent و p اكبر من واحد لو جربته هيبقى ايه convergent. نقلب الصفحة خلاص. هنشوف نوع تاني خلاص. يبقى هل الامبروبر انتجرال ما احسبوش؟ لا احسبه، بس احوله الليميت الاول. هنشوف نوع تاني ساعات ده بيسموه تايب 1، بس انا يعني ما دورتش ليه سموه ده تايب 1 وده تايب 2، فانا مش هستخدم المصطلح ده لغايه لما اقتنع بيه يعني ليه ده 1 وده 2. امبروبر انتجرالز with discontinuous integrands with discontinuous طبعا احنا لما طلعنا بره كانوا بيتريقوا علينا للصبح في الانجليش وبرضه ما فادناش في حاجه، فضل الانجليش بقى زي ما هو. العرب بيحبوا ايه التي تبقى طي طاء يعني، والاس اللي في الاخر تبقى صد ديسكونتينوس، عارف كده تبقى كده كده بقت عربي ديسكونتينوس انتجراند. طبعا خدنا ايه تريقه للصبح يعني، بس ما فيش فايده يعني، احنا ايه واحد اتربى على حاجه بتفضل فيه. طيب ده زي ايه؟ زي اللي شفناه بقى اول واحد صح؟ اللي هو كان من ماينس 1 لغايه 1 واحد على اكس تربيع. يبقى كانت المشكله اللي فيه مش انفينيت. يبقى طيب اف اف اوف اكس يبقى هنشوف برضو تايب يعني اي و2 اي و3 اي. اف اف اوف اكس از كونتينوس on the interval a b، مش حلوة دي، من a الى b. احنا كنا بنعملها كده لما كنا في المدرسة يعني a inclusive داخلة معايا وال b exclusive بره. وفي في الريفرنس او يعني في المراجع يعني لما تيجوا تبصوا عليها هتلاقوا لا غالبا هو دايما امريكا بيحبوا كل حاجة يبقوا غير بقية العالم. بيعمل البراكت اللي هي السكوير براكت معناه انكلوزيف، والراوند براكت اللي هي البرانثيسيز دي معناه ان هي مش معايا. خلاص بحس لو شفتوها كده تبقوا عارفينها. وطبعا كل حاجه بيحبوا يبقوا مختلفين، درجات الحراره فهرنهايت والاطوال بالفيت كل حاجه لازم يبقوا مختلفين. وبيقول لك ايه بقيه العالم مختلف عننا يعني، معتبرين نفسهم هم الاصل والناس التانيين هم المختلفين. and discontinuous at b. يبقى continuous على كل الفترة من a لغاية b exclusive، ونقطة b بالذات هي دي اللي ايه discontinuous. then
التكامل من A إلى B f of x dx هنحسبه ازاي؟ هل يصلح الريمان سام هنا؟ لا يصلح بس بتغيير بسيط جدا. ايه هو؟ ليميت بالظبط كده t tends to the point of discontinuity اللي هي b هنا integral from a to t f of x dx. ماشي. وليه التكامل ده ينفع والتكامل ده ما ينفعش؟ بالظبط لان انا قلت انه continuous على كل الفتره وبي اكسبريسيف. هل بي داخله معايا هنا؟ طب ما تي تنس تو بي معناها ايه؟ فين اللي كان قال لنا التعريف المره اللي فاتت؟ ايوه تقترب. انا رحت هنا المره دي انا بحفظكم بقى مكانكم يعني. تقترب بس ما تساويش خلاص؟ يبقى تي داز نوت ايكوال بي يبقى continuous يبقى ينفع استخدم ريمان ثيرم. طيب جميل جدا يا باشمهندس فيلي. طب مش ممكن تبقى ديسكونتينوس عند اي نقطه ثانيه غير البي؟ لا مش ممكن لان احنا ممكن في المساله طبعا ادي لك ديسكونتينوس عند الاي وفي النص وهنا وعند البي وانفينيتي كمان. لا ان شاء الله المساله يعني هيبقى فيها مقلب واحد بالكثير يعني. اصل كان في واحد بيقول لي طب ولو كانت من ماينس انفينيتي لغايه انفينيتي وديسكونتينوس عند الزيرو هتبقى امبروبر لثلاث اسباب وهتقعد تحل بقى تكاملات كتير. احنا مبدئيا يعني كثيرا هنتكلم على كونتينوس على كل النقط فيما عدا البي بس خلاص. بس طبعا مفيش مانع يعني ان يبقى كده. وعلى فكره انا بعد المحاضره دي الطلبه بيتحولوا بيسموه ايه بارانويد يعني عنده مش عارف الرعب كده من التكاملات. اول ما يشوف تكامل التكامل اكس لا استنى لا يكون امبروبر. وكان ساعات حتى يبقى التكامل امبروبر وانا في السبوره يعني بحل وعوض مثلا واحد على انفينيتي بيساوي صفر. لا استنى يا دكتور ده انا احسبه بالليمت وكده. اقول له ماشي صح مظبوط. فاضل حاجه هنا نحطها في الليمت ودي اديت عليها نص درجه هناك. الليمت ده كده مش صح يعني في تعديل بسيط بس علشان يبقى صح. ايه رايكم؟ احنا هنا بنقول الفانكشن اهي السؤال بنص درجه والكشف معايا من A الى B خلاص مبدئيا كده صح بس يعني الليمت كده مكتوبه غلط. ايوه انت المره فاتت ما خدتش شوكولاته ما خدتش درجات مش كده؟ ايه انهي جهه بقى؟ طيب انت قلت تقريبا معظم الاجابه وكده كملها وراك بي ماينس صح اللي هي بيسموها الايه النهايه اليسرى. تحبوا كل واحد ياخد ربع ولا ما فيش مانع هتفرق معاك الاربع دي يعني. انت ما خدتش درجات ولا شوكولاته بس درجات وشوكولاته ما شاء الله. طيب هو كده يعني انت قربت جدا بس لقطها منك وكمل وراك خلاص. الليفت ليميت يعني ايه؟ يعني ايه ليميت؟ as t tends to b بتاع function f of x t ايه ده؟ f of t ايه معنى الكلام ده؟ معناها ايه الفانكشن؟ وهي نقطة b خلاص؟ وبقرب ازاي؟ بالظبط كده من اليمين والشمال. هنا جوه الانتجرال هل بقرب من ناحيتين؟ لا ده الانتجريشن اصلا جوه الانترفال فروم A تو B خلاص. فيبقى بوصل للB من الشمال بس فدي اللي بنسميها ليفت ليميت ودي هنسميها ايه؟ رايت ليميت. فده بس علشان يكون ايه الكلام مكتوب صح خلاص. نقدر نكتب الثانيه والثالثه اف اف اوف اكس is continuous on المره دي هتبقى A exclusive و B inclusive and discontinuous at A في نقطة عدم اتصال عند A.
then the integral from a to b f of x dx هيبقى ايه؟ هيبقى limit t tends to a. المرة دي بقى من فين؟ ال a من جوه هتبقى right limit بالظبط كده a plus تكامل from t to b f of x dx. وانا فرضت ان علشان نعرف نحل دي ان من t ل b هتبقى continuous في الشرط بتاعنا ده اللي فوق اللي هو ايه الكلام ده. واخر حاجه if f of x has a discontinuity يعني ده نقطه عدم اتصال discontinuity كل دي حروف at c عند نقطه c belongs to ab خلاص يبقى نقطة C تقع داخل فترة التكامل the interval of integration. هنحسب التكامل ازاي بقى ساعتها؟ then ده تكامل من A إلى B f of x dx ايوه هنخليها كلام مظبوط صح؟ هنجزأ ايه؟ هنجزأ يعني عامل تكامل by parts؟ هنجزأ ايه؟ ال interval of integration هنقسم ال interval of integration is the integral from a to c f of x dx plus the integral from c to b f of x dx. ودلوقتي التكاملين دول اللي هو ال a to c وال c to b بقوا ايه؟ ال a to c بقى من النوع اللي هو عنده discontinuity فين؟ في اليمين اللي هو الاولاني ده. والسي تو بي عنده الديسكونتينيوتي على الشمال اللي هو الثاني خلاص. وكل واحد فيهم حلو بقى باثنين ليميتس ونفس الكلام اللي عملناه اللي ما عملناهوش المره اللي فاتت خلاص نعمله المره دي. ما خدناش مثال كده في من ماينس انفينيتي لانفينيتي خلاص نشوف مثال هنا كده. جاهزين اكزامبلز بقى؟ طيب عايز تسال؟ انت كان اسمك ايه فكرني؟ عصام؟ اه. امال مين اللي كان اسمه مميز جدا؟ شهاب عنتر ولا مش عارف شهاب مهاجم؟ شهاب عرابي ايوه. مش موجود النهارده؟ طيب خلاص. ايوه صلاح. اسمك ايه؟ عصام. السؤال فين بس شهاب؟ هو انا محتار الحقيقه يعني هي مكتوبه عندي في الكتاب ايه اللي بي انكلوزيف خلاص؟ بس انا حابب السي ما تبقاش لا هي الايه ولا البي. ليه؟ علشان لو كانت يعني عايز اراجعها دي بس انا اللي كاتبها عندي في النوتس انا قلتها من كتاب يعني مش انا اللي الفت. كانت الايه والبي انكلوزيف بس معنى كده ان السي جوه الايه والبي وممكن تكون ايه وممكن تكون بي. طب ما لو هتكون ان انا خلاص عملت الحاله دي فوق لا انا اللي كنت عايز اقصده من هنا ايه؟ اللي عايز اقصده ان السي ما هياش الاي ولا البي خلاص؟ يبقى بص هنقول ايه؟ يبقى هذا الديسكونتينيوتي هنا ان في حته ناقصه. اشكركم كده اتحلت. يبقى في حته ناقصه ان كونتينيوس عند بقيه النقط اي بي كلهم من انكلوزيف. ايه رايكم كده؟ اشكرك للاضافه دي. وقعد ابقى اصلحها هنا. يبقى discontinuity هنا ولكن continuous لجميع باقي النقط. A included B included وكل اللي ما بينهم فيما عدا السي. كده بقت صح. بس انا مش عايز احطها A وB عشان ما تبقاش التكرار للي فوق. يبقى هنا ممكن نعمل اضافه and continuous. انا اشكركم للاضافه دي and continuous. في بقية النقط اكتبها ازاي؟ on a الى b inclusive خلاص؟ يبقى هي نقطة واحدة بقية النقط continuous. ايه ده؟ on all other points. بصوا يعني خلينا بقى ايه؟ لما اشوف لها طريقة رياضية سليمة انها تتكتب بس كده ما بيننا وبين باشمهندس عايز يقولها لي في صوره فترتين. عايز يقول انها
continuous من A inclusive ل C exclusive, و continuous من C exclusive ل B inclusive, و discontinuous عند نقطة C. هو بيقول لي انا عايز اخترع رمز, وممكن ده موجود على من A الى B minus C فرق C. ماشي, فاهمين اللي مكتوب ده؟ طيب نبقى نشوف ازاي نسيه. فانا ما بكتبش كتاب دلوقتي خلاص, دي لكتشر نوتس, واللكتشر نوتس مسموح نبقى فيها اخطاء, وبناخد فيدباك من الطلبة. يعني باشمهندس قال لي حاجة كويسة, واحد قال لي اقسمها فترتين, انت بتقول لي اقسمها فترتين, باشمهندس قال لي اخترع رمز او هو موجود من A الى B. كنا بنسميه متهيألي بالعربي فرق, كان لما بناخد السادس بالعربي يعني ان شاء الله كده بعد ثلاث سنين واكتب بقى. ونشكر صلاح وابراهيم صلاح لو فاتي مشيتوا تلاقوا كتب عربي يكتب لك مثلا لسه كده نشكر فلان فلان. ايه الناس دول؟ غالبا الطلبه بتوعي, يعني كل واحد اداله تعليق وكده. طيب مبدئيا يعني هي كانت احنا فاهمينها عباره عن ايه, هي كونتينوس عند كل النقط من A ل B انكلوسيف فيما عدا C. خلاص خلصنا, نتكلم في الكلام ده بعدين بس علشان ايه نخلص النهاردة. وقد يكون انا في حاجة يعني نسيت انقلها, ويعني لقيتها مش مهمة في الكتاب دلوقتي, انتوا هنا نبهتوني ليها. نشكركم جميعا. طبعا ما C تنتمي للانترفل من A ل B اكسكلوزيف, يبقى لازم طبعا تجواه belongs to. يعني ايه belongs؟ بس ما هوش ايه ولا هو بي. وانت عايز تقول ايه؟ ما دي انضف منها, بس كل ده لا ثواني بس, باشمهندس من انضف الناس اللي عندنا. حضرتك اسمك ايه؟ عبد الله. انا ما اقصدش حاجه, بس ساعات بيطلع يعني كلام غير مقصود طبعا. ايه نقعد يسجلوا بقى وتلاقي الجرايد بكره دكتور سلفي في كليه الهندسه بيقول على الطلبه بتوعه ان هم وسخين. انا اتكلمت وسخ خلاص. باشمهندس عبد الله هو يعني انضف مني وانضف من الدكاتره كلهم اللي في الكليه. بس انت ما حلتش نقطه الخلاف, مش ده اللي بيتكلموا عليه. هو ده اللي اقصده, انت حليت حاجه خلاص, هي يعني هي اصلا موجوده هنا. هما دلوقتي بيتكلموا على ان انت ما قلتناش انها كونتينوس عند بقيه النقط. الكلام ده لا يحتوي انها كونتينوس عند فده اللي عايزين نقوله خلاص. ونشكر جدا يعني عبد الله لمساهمته, يعني مساهمه مفيده برضه في دي برضه. هو هنا انا اتكلمت عن discontinuity, وضمنيا نفهم انها continuous عند بقية النقط بس خلاص. يعني ما قلتش continuity بس اتكلمنا عن discontinuity. ايه ده؟ نكتبها بالعربي. لا هي الفكرة صياغة الكلام سهل. صياغته رياضيا بيحتاج يعني ايه ورقة وقلم ونقعد نفكر. ما ينفعش كده ايه كلمتين خلاص. الكلام بالعربي سهل قوي يعني, وبالانجليش كمان اللي هو باللغه غير الرياضيه. طيب هنقلب الصفحه, واحنا عارفين ان في حاجه ناقصه هنا. اكزامبل 4, مش عارف 4 5 طيب تواترت يعني الروايات على 4. Evaluate, احسب الانتجرال I يساوي the integral كام بقى from 2 to 5 dx على square root
x minus 2. Improper ولا مش improper؟ طيب بس في حد بس نسمة فاتها اخر السطر هنا. اخر كسمة فيهاش ليمت خالص. هو انا قلتها ببقي. انا قلت ودي هنحلها زي دي بالليمت. ودي هنحلها زي دي بالليمت. فهي ما فيهاش فعلا ما فيهاش ليمت واحدة. انا متفق معايا بس فيها اتنين ليمتس. كويس؟ improper ولا مش improper؟ دي x على x minus 2 على root x minus 2 من 2 لغاية 5. بروبر كويس. تكامل كان زمان بالعربي بيسموه معتل، عارف زي الفعل الصحيح والفعل المعتل. فاكرين ده التكامل ده معتل ولا صحيح؟ طب لو امبروبر يبقى لازم تقول لي السبب. هل الليمت بتاعته انفينيت؟ هل في نقطه ديسكونتينوس؟ ها قول لنا انت عايز تقول حاجه. ايوه انا افتكرتها كده. في ايه؟ بالظبط. ايوه بالظبط. الاثنين دي فايتوني. انا فاكر انت كان اسمه تنافس جدا. ايوه طبعا امبروبر. اول حاجه بص عليها ايه؟ الليمتس. هل بتخلي لي انتجرانت انفينيت؟ هل هما انفينيت الاول؟ لا. هل حد من الليمتس بيخليه انفينيت؟ اه. طب ولو لا خلاص؟ لا ابص ما بينهم ما يمكن في سي. دي اخر حاله بقى خالص. الاثنين ليمتس كويسين وفاينايت وما بيخلوش الانتجرانت انفينيت بس يمكن في نقطه بقى مستخبيه ما بينهم. خلاص؟ يبقى دي طبعا هتبقى ايه؟ المساله المفضله في الامتحان. يبقى هنا واضح جدا من الاول ان ايه؟ ان ذا انتجرانت هاز ا ديسكونتينيوتي. يعني ايه انتجرانت؟ قلنا موضوع التكامل الداله اللي بكاملها ال f of x dx. ال f of x اللي بكامل بالنسبه لل x. The integrand has a discontinuity. اكتبوها بقى انتوا. حروفها كتير قوي. discontinuity. كم حرف دول؟ at a at x equal to. طيب يبقى نعمل ايه؟ limit as t tends to 2 integral from t to 5 dx على root x minus 2. هناك في الصفحة اللي فاتت كنت بحط قانون فبقول لك continuous عند بقية النقط فيما عدا النقطة دي. طب دلوقتي لما عملنا كده لازم نتأكد ان من t لغاية 5 continuous. من t لغاية 5 continuous. عايزين بقى كله يقول اه بثقة. خلاص؟ يبقى أي نقطة أكبر من t خلاص ولا اسف اكبر من 2 لغايه 5 كونتينوس. مظبوط. يبقى اقدر اعمل ايه دلوقتي؟ انتي ما اسمهاش تكامل. انتي ديريفيتيف مش طاقه عكسيه. يبقى اقدر اعمل انتي ديريفيتيف اللي هو ايه بتاع الواحد على الجذر اثنين الجذر. وطبعا زي ما واحد زميلكم قال هناك مش معقول الدكتور هيجيب لنا مساله تكاملها اثنين الجذر بس اكيد فيها حاجه. فبقول انا اول ما ابص على المساله دي هعرف على طول انها ايه improper integral لان فيها من t لغايه 5. لما نعوض ب 5 هيبقى ايه؟ لما نعوض ب 5 هيبقى ايه؟ يلا بقى قعدنا سرحنا في الكلام وعايز لسه مسالتين كمان. 2 جذر 3 هل الليمت بتاثر فيها؟ يبقى الليمت اللي فوق 2 جذر 3 ماينس ليمت as t tends to 2 2 root t minus 2 بكام؟ limit دي 0. يبقى الانتجرال ده ايه؟ convergent ولا divergent؟ convergent integral. رغم ان الانتجرال بتاعنا كان divergent عند الاثنين ولكن التكامل طلع ايه؟ وجربوا بقى ترسموها وشوفوا اللي بيطلع كده ازاي المساحه طلعت فاينايت رغم ان الداله انفينيت عند النقطه 2.
اشكرك باشمهندس صلح لي حاجة. طيب ماشي بقى. انا اديتك كام؟ مين اللي انا وزعتها عليكم؟ ربعين. خلاص خد ربع معلش عشان احنا قلناها قبلك. مظبوط كده اشكرك. يبقى هنا تي من اليمين، تعالى نحط ايه 2 بلس 2 بلس، وان شاء الله كده لما اعمل الكتاب بتاعي بعد 10 سنين هكتب باشمهندس اسمك ايه؟ كمال الجندي. انا نشكر كمال ايه؟ عماد. نشكر عماد الجندي انه صلح لنا الايه؟ الرايت ليميت هنا. نقلب الصفحه يلا علشان معلش في مسالتين كمان ممكن نخفض شويه في الاسئله. اكزامبل 5 اي تساوي انتجرال فروم 0 تو 3 دي اكس على اكس ماينس 1 امبروبر. يلا كتبنا المسألة. هل الانتجرال ده امبروبر؟ لا صفت كده. لا تعالى بقى انت خد كده ايه درجة وحضن وبوسة كمان. يبقى has a discontinuity f of x has a discontinuity at x equals 1. يبقى هتحله ازاي؟ I is equal to limit as t tends to 1. حاضر هكتب اليمين والشمال دلوقتي بس لما اكتبها الاول من 0 ل 1 دي اكس على اكس ماينس 1. الليمت دي بقى رايت ولا ليفت؟ من 0 ل 1 يبقى انا جاي لها من الشمال يبقى ليفت. انا جاي لها منين؟ رايح يمين بس جاي منين؟ بلس ليميت اس تي تنس تو 1 من اليمين جاي لها من اليمين. استنى مش من 0 ل 1 من 0 ل تي من 0 ل تي من تي ل 3 دي اكس على x ماينس 1. خلاص لو كان حد كتب بس الاولانيه كنت كاتبها 0 ل 1 صلحناها 0 ل 2 و t تنس 1 من الشمال و t تنس 1 من اليمين t لغايه 3. اعمل ايه؟ احل واحده واسيب الثانيه ولا لازم احل اثنين؟ لازم احل اثنين. طيب تعال نحل الاولانيه خلاص نكمل على دي. خلاص خلي دي شويه يبقى احل على الشمال ليميت اس تي تنس تو 1 من الشمال الانتي ديريفيتيف بتاع 1 على اكس ماينس 1 لين اكس ماينس 1. دي العمليه دي احتسوا فيها هناك. بص هنكتب ايه؟ لين ابسوليوت اكس ماينس 1. دي حاجه كانوا ضحكوا علينا في اعدادي وما قالوها لناش. طبعا الكلام ده كله من فين لفين؟ من 0 لغايه تي. ليه حطيت هنا ابسوليوت؟ علشان الانتي ديريفيتيف تبقى متعرفه على نفس الدومين على نفس المجال بتاع الفانكشن اللي بعمله التكامل. يعني ايه؟ يعني كان في حاجه ما قالوهالناش. تكامل دي اكس على اكس بيساوي ايه؟ لين ابسوليوت اكس. كده دلوقتي الداله اللي بكاملها وناتج التكامل الاثنين متعرفين على نفس الدومين على نفس الدومين اللي هو ايه؟ من ماينس انفينيتي لغايه بلس انفينيتي فيما عدا ايه؟ فيما عدا الزيرو يمين وشمال. خلاص بدل ما يبقى الداله اللي بكاملها متعرفه على دومين ماينس انفينيتي انفينيتي والداله الثانيه متعرفه على دومين ثاني من زيرو لانفينيتي وزيرو مش معايا. خلاص فالصح انها تتكتب يعني في الرفرنس لما تيجي تبص في المراجع هتلاقوا كاتبينها بابسوليوت. كويس تعالى نعوض بحدود التكامل هيبقى ايه؟ ليميت as t tends to 1 هيبقى ايه بقى الليمت بتاع ايه؟ لين t minus 1 بالظبط كده minus ايه؟
اللي هي لين هنحط الابسوليوت ماينس، عرفت بقى اللي حطيت ليه افتكرت الابسوليوت هنا، لين واحد اللي هي بزيرو خلاص. يعني مش هو ده سبب المشكله، يعني كان السبب ان كانوا بيعرفونا التكامل غلط، يعني مش غلط بس يعني كان ناقص حاجه صغيره. طيب لين تي ناقص واحد لما تي تنس واحد خلاص يبقى ما لا نهايه ماينس ماينس ما لا نهايه. يبقى دايفرجنت ولا كونفرجنت؟ مين اللي دايفرجنت؟ الفيرست ترم خلاص. هل محتاج اكمل الترم الثاني؟ خلاص اول واحد حسبته اول ترم خلاص ما اسموش طرف، طرف لما يبقى عندي ايكويشن وتو سايدز ده هسميه الفيرست ترم، الحد الاول والحد الثاني. الفيرست ترم طلع دايفرجنت يبقى مش محتاج اكمل السكند ترم، دايفرجنت بلس اي حاجه يبقى دايفرجنت. طب لو اول واحد طلع كونفرجنت اقول كونفرجنت بلس اي حاجه يبقى كونفرجنت، ما يمكن الثاني دايفرجنت بالظبط كده. يبقى انا هنا اول واحد طلع دايفرجنت يبقى مش محتاج احسب الثاني، لو كان اول واحد طلع كونفرجنت يحتاج احسب الثاني يمكن يطلع دايفرجنت الثاني، يبقى هيبقى المجموع الاثنين دايفرجنت. يبقى كده هنقدر نقول دايفرجنت ترم امبلايز ايه؟ امبلايز مش محتاج احسب الثاني، دايفرجنت انتجرال تكامل كله دايفرجنت. يلا يا شباب خلاص طولنا قوي في الموضوع، بس كان يعني إفادة برضو. اكزامبل ستة بس evaluate the improper integral اللي مش محتاج اقول لكم انه improper بس انتوا عارفين، من 0 لواحد لين x dx لعدة اسباب. مش معقول طبعا اجيب لك تكامل لين x في اولى، بس يعني سبب المقنع. فين الديسكونتينيوتي؟ فايتوني فين الديسكونتينيوتي؟ لا لين واحد بزيرو بس كله هزيرو، معلش ما انت كنتش معانا المره دي. يبقى discontinuous at x equal 0. يبقى تعمل ايه؟ limit as t tends to 0 تكامل من t لغايه 1 لين x dx. جميل؟ يبقى هيبقى ايه؟ تكامل لين x انا كنا حافظينه مش كده؟ x لين x ماينس x حدود التكامل من t لغايه 1. عند الواحد سهل هيبقى ايه؟ شيل الليمت مش محتاجينه دلوقتي. عند الواحد هيبقى ايه؟ واحد تايمز لين واحد بكام؟ زيرو. طب انت كملت انت قلتها كلها ماشي. زيرو ماينس ايه؟ ماينس واحد. يبقى انا عوضت بالواحد خلاص، والواحد مش داخل معايا في الليمت. ماينس ليمت اس تي تنس تو زيرو تي لين تي ماينس تي. ليمت التي بكام؟ ليميت التي لما تي تنس تو زيرو. طب وتي لين تي لما تي تنس تو زيرو؟ انديترمينت فاليو زيرو تايمز انفينيتي. كنا عملناها متهيألي المره اللي فاتت مش كده؟ عملناها ازاي؟ هنا ما عنديش غير انت كنت بتقول بقى نزل التي تحت، لا دي كانت في تي لين تي. ماشي بس في الاخر توصل نفس الكلام. يبقى كده تي لين تي هنعملها على جنب. limit as t tends to 0 t ln t بنعوض بيطلع ايه؟ يطلع 0 times infinity. يبقى نعمل ايه علشان تبقى لوبيتال applicable هنا؟ ln t على 1 على t دلوقتي بقت ايه؟ infinity على infinity، في minus في مكان ما هنا. يبقى نفاضل واحد على تي على ايه؟ ماينس واحد على تي سكوير.
نعمل ايه دلوقتي؟ كنا بنعمل ايه فاكرين؟ نختصر الكسر is equal to is equal to is equal to minus t بس كده خلاص ماشي. limit as t tends to 0 minus t يعني كام؟ يعني 0. يبقى الكلام ده طلع ايه؟ طبعا مش 0 times infinity equal 0 انا هحط بس 0 هنا من الحساب ده كله اللي عملته هنا على جنب. يبقى minus 1. يبقى الانتجرال ده ايه؟ convergent. افندم؟ الزيرو هنا من اليمين ولا من الشمال؟ اشكرك. انا دايما شايفك قدام بس ما عرفتش اسمك لغايه النهارده. اسمك ايه؟ احمد ايه؟ احمد طعيمه. ماشي. انا ما اعرفش ليه انت ما تجاوبتش معايا قبل كده ولا ايه؟ خلاص كونفرجنت انتجرال. حاجه واحده بس عشان الامتحان هنظلل رقمنا ازاي؟ مندوب الدفعه طبعا دي شغلته. اقرب لنا بس السبوره هنا البيضه دي قدام الشاشه. خلاص كتبنا الكلام ده. ممكن نشوف امتحان. بس خلي بالك الشاشه. الميد ترم لغايه لوبيتال. ايوه. مش وقت التسييف دلوقتي. خلاص. فين امتحان؟ امتحان اهو بتاع السنه اللي فاتت. ميد ترم. رجع شوية ورا. ده طبعا صورة الامتحان هيبقى شكله ازاي. هتكتبوا من فضلكم من فضلكم الكلام ده. اصلا ما بيحصلش يعني كل سنة. انا بعمل ايه تماديا يعني في الزول اللي ما بيسمعش الكلام؟ ما طلعش الدرجة لغاية لما يجي ويكتب اسمه على الورقة. خلاص. ورقم جلوسك. ارقام جلوسكم فيها خلاف صح؟ استنوا يعني كان مندوب الدفعة هناك. مش مهم السكشن، مش هيفرق معايا. اهم حاجة بقى تصدير رقم الجلوس. خلاص هتكتبوا ده كويس. وبعدين تعال بالمرة. داخل كده على الشاشة. جميل جدا. كان رقمك كام؟ 225. هتظل ال 225 ازاي؟ باشمهندس خالد ساب خانة الالفات خالص. خطأ شائع جدا. ناس تبتدي من اول خانة. ممكن تعملها زيرو او ممكن تسيبها مش مشكلة. بس ما تبتديش من اول الالفات. خلاص دي 10 اس كام دي؟ يعني كام؟ يعني ميات. يعني 200. هتحط الخمسة. أشكرك بشدة. حيوا أخوكم خالد. أرقام الجلوس عارفينها؟ بالظبط كده. في محاولين في الكلام ده. الباشمهندس اللي هو مندوب الدفعة اللي هناك. هو مش هو المسؤول. وراني إنه معاه الكشف ده. خلاص؟ اللي هو آخر. أنت معاك خلاص. بس قال ان في طلبه محاولين وكده لسه هينضافوا. فلغايه النهارده ارقام الجلوس ما ثبتتش. من فضلكم هو ايه اللي هيعمله؟ هيبعت على الجروب. كل الناس على الجروب. هيبعت على الجروب اللي هو الكشف النهائي لان في كذا كشف بينزلوا. والارقام من فضلكم تعرف كل واحد يعرف رقمه ويعمله صح يظللوا زي ما خالد عمله. انت ممكن رقمك ما يطلعش 225. اتاكد من اخر كشف. وزي من فضلكم مش هظل رقم جلوسه صح زي ما موجود في الكشف. مش هنطلع له النتيجه. ويلا شدوا حيلكم. السلام عليكم.